السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عايز أقول لحضراتكم إزاي نعمل حلاوة غزل البنات في البيت باستخدام القوة الطاردة المركزية بتاعت الشنيور. هتجيب مسمار ألوز بصامولة، المسمار ده 10 ملي، 8 ملي يشتغل، 6 ملي يشتغل. اهم حاجة لازم تحط وردة في الناحية اللي هنحط فيها السكر علشان الغطاء رقيق، عشان ما يلبش معاك وبالتالي يكون متين. وطبعا تربط الصامولة جيدا، ربط جيد. خلي بال حضرتك بقى من المعلومة اللي جاية بالنسبة للثقوب بتاعة الغطاء. الثقوب تكون رفيعة جدا عشان يكون الشعر بتاع غزل البنات ناعم، ما ينفعش تكبر منك الثقوب. يا دوب تعمل الثقب بالمسمار الإبرة بحيث يعني قطر الثقب ما يزيدش عن 0.5 ملي، رفيع جدا. وهنعمل صفين من الثقوب بالطريقة دي. الصف الأولاني تحت في الزاوية بتاعة الغطاء، وفي صف تاني فوقيه، بعد كده بنثبت طبعا الغطاء في الشنيور. طبعا قوة طاردة مركزية عظيمة جدا كبيرة، مناسبة جدا عشان تحول السكر اللي هنحطه هنا الى الشعر بتاع حلوى غزل البنات. الخطوة اللي بعد كده هتجيب كرتونة قديمة عندك في البيت وتلفها على شكل اسطوانة بالشكل ده، وهنعمل فيها فتحة ارتفاعها 24 سنتي عشان يقدر الشنيور يخش مرتاح، ايده تخش مرتاحة هنا، وبالتالي يكون جاهز للتشغيل. دلوقتي فاصل ونواصل، هسيب حضراتكم لحد ما نجهز السكر وارجع لكم تاني. نشيل الفيشة أول حاجة عشان ما نتعورش. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. قطعة
قطعة كبيرة جدا بثلاث معالق سكر. كيفية تجهيز السكر اهو، رابط الفيديو على الشاشة قدام حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.